وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية. رامي، بعد التحية، يعني ما هي الأصداء لديك على مشروع القانون الذي من المتوقع إقراره، مساعدات لإسرائيل وتايوان بالإضافة إلى أوكرانيا؟ مرحبا داما. الأصداء هنا جيدة جدا، هناك حالة إيجابية وحالة ربما من السعادة حتى إذا شئنا التعبير والترحيب من جانب جميع المؤسسات الرسمية ومن جانب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهي ربما يعني من المرات القليلة أو النادرة التي يتفق فيها الحزبان الكبيران الجمهوري والديمقراطي على مشروع قانون، يعني منذ مدة يتفق الحزبان وبأغلبية كبيرة أيضا في مجلس النواب. بقي خطوتان فقط حتى يصبح هذا المشروع قانون يدخل إلى حيز التنفيذ، وهي الموافقة في مجلس الشيوخ، ثم بعد ذلك مجلس الشيوخ سوف يحيله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي عبر عن سعادته وترحيبه بمشروع القانون وموافقة مجلس النواب على مشروع القانون هذا، وحث مجلس الشيوخ على سرعة إقراره حتى يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ وتبدأ بالفعل وصول هذه المساعدات على الأرض، خاصة لأوكرانيا حقيقة، لأن أوكرانيا هي تراها الإدارة الأمريكية هي الأكثر حاجة إلى هذه المساعدات بسبب أنها تقهقرت كثيرا في حربها ضد روسيا الفترة الماضية، بسبب أن الذخيرة بدأت تنفد من الجنود والمقاتلين في أوكرانيا كما يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن وكما تقول الإدارة الأمريكية، ولذلك فإن أوكرانيا هي المستفيد الأكبر ربما من هذا الإقرار. وفلوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني وجه الشكر إلى الإدارة الأمريكية وللرئيس الأمريكي جو بايدن، فسيحصلون على 61 مليار دولار من إجمالي 95 مليار دولار حجم المساعدات الخارجية، 26 مليار دولار ستذهب إلى إسرائيل و8 مليارات سوف تذهب إلى تايوان. ورغم كل ذلك فمشروع القانون هذا خلف مشكلة كبيرة في مجلس النواب الأمريكي لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، والذي قد يتعرض للعزل على يد مجموعة المحافظين الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تقديم المساعدات لأوكرانيا وتعهدوا أنه إذا ما مضى مايك جونسون في هذه المسألة قدما وإذا ما دفع في اتجاه الموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا فإنهم سوف يبدأون إجراءات عزله، ربما لا يبدأونها على الفور ولكنهم تعهدوا بأنهم سيتجهون ربما لعزل مايك جونسون لهذا السبب. وماركوري تيلر جرين النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا كانت تتحدث اليوم لوسائل الإعلام وقالت إنهم سيدرسون بالفعل هذا الأمر، مسألة عزل مايك جونسون خلال الفترة المقبلة، ربما ليس الآن، ليس اليوم، ليس خلال الأيام المقبلة، ولكنهم حتما سوف يتجهون لها، لأنه بما فعله هو حسب قولها لا يخدم الشعب الأمريكي وإنما يخدم مصالح أخرى خارجية، تقصد هنا بالطبع مصالح أوكرانيا. نعم رامي، وكما ذكرت يعني هناك ترحيب من قبل أوكرانيا وانتقاد من قبل روسيا بالإضافة إلى انتقادات أيضا من قبل الصين والسلطة الفلسطينية. كل الشكر لك رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من واشنطن.